الإشكال ديالنا أخي الكريم هو أننا إحنا أو لا أنا أو لا الإخوان ضحايا من ضحايا فرصة. هاد فرصة اللي كان مشروع زوين فرحنا به، وكان كيف ما سمعنا بالعامية ديالنا أنه سيدنا الله ينصره هو اللي داروا الشباب، دفعنا عادي، انتقينا الملف ديالنا، تنتقى من هذوك الملفات، دوزنا الدورات التكوينية، المهم داكشي طويل، يعني ليجان داز منه داكشي، يعني ما يمكنش أنه الدوسي ديالك يدوز من عدة ليجان وجو تالاخر يقولوا لك ترفض. وسط هذا الرفض هو اننا بقينا كنطلعوا كنهبطوا، وصلتوا للتمويل، وصلتوا للسنيه ديال العقد، وصلتوا لهذا، وصلتوا لهذا، في الاخر لا حياه لمن تنادي. ولينا في متاهه ما بين وزاره السياحه، ما بين البرلمان، ما بين الوسط، ما بين الداخليه، ما بين المجلس الاعلى، من بينهم وقفات، احتجاجات، شكايات، تعرضنا للعنف، تعرضنا للقمع، تعرضنا للحقره. يعني كشباب مغربي في دولة الحق والقانون وكيتعرض للحقرة لا يعقل. فين هي هاد الأموال تاعت الدولة؟ فين مشات هاد 10,000 اللي قال لك هما وصلنا هاد لوبجيكتيف؟ من بعد ما تسنينا أننا غنتمولوا غنتمولوا غنتمولوا، كندوزوا التليفونات وكنجوا الوزارة وكيقول لنا واخا 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 واخا، وما كاينش التمويل، كيخرجوا لنا بقرار أنهم زادوا 1200 100 واحد في كل جهة على الصعيد المملكة. كنتفاجئوا أننا ما كناش حنا من ديك 1200، رغم أن المجموعة ديالنا ولا الجروب ديالنا ديال المقاولين الذاتيين اللي دايرين بروجيات ما وصلش حتى 600 ولا حتى 500، يعني كان بإمكانهم يمولوا هاد الشباب وما يكونوش هاد المشاكل كاملين. كنزيدوا ثاني في متاهات اخرين، كنطلعوا ثاني بشكايات اخرين، كنحطوا لهم، كناخذوا لاكوزي ديالنا، كيبقى عندنا داك الشيء زعما كدليل، ولكن شنو غنديروا حنا بهذا الدليل؟ إلا ما كانتش الصرامة والصراحة والشفافية في هذه الملفات أو لا في تمويل هاد الشباب. واخا معليش كيقول لك خرجنا لكم آخر وقفة درناها في وزارة السياحة، الوقفة اللي قبل منها درناها في البرلمان، كيقول لك حنا خرجنا لكم بقرار وبتسوية بأنهم غتزاد 1700. هاد 1700 غتزاد ولكن بشروط. شنو هي الشروط؟ انهم غيدوزونا الفورنيسور، انهم غيدوزونا بواحد الفائده ديال 2% بالنسبه للمجال الحضري و 1.75 بالنسبه للمجال القراوي. واش هاد الشاب الى هو عام وهو كيتسنى وقلتوا له لزمتوا بصيغه قانونيه ولزمتونا بالكره وخليتونا كنطلعوا وكنهبطوا وخدينا لي ماشين وتجوا دابا تخرجوا لنا تقولنا سيروا عند الفورنيسور، اش غندير انا بهذوك لي ماشين اللي عندي في الدار؟ ولاش غيدير الاخر بهذوك الالات اللي خدات هو وهذا وهذا وهذا؟ وانسي دو سويس، هاد المشاكل كاينين بزاف. حنا ما بغيناش هادشي، عاود نرفعنا شكايات اخرين باننا ما بغيناش الفورنيسور، حنا بغينا نتمولوا بطريقه ديال الفرصه. 10 المليون ديالنا وغادي نردوها من بعد عامين بلا لي زانتيري، علاش تيزيدونا هادي؟ هما ما موافقينش على هذا القرار وحنا ما موافقينش على هذا القرار، وضعنا بيناتهم، هذا هو المشكل خويا. ملي كانت مجموعه الاخوان اللي كانوا معكم استافدوا، هذا المشكل ديال الناس اللي استافدوا ما عرفناش حنا الطريقه كيفاش تستافدوا، كي داروا ليها تستافدوا، وحنا من الاوائل اللي كنا مناضلين، وحنا من الاوائل المجموعات الاولى، ومن بين هذوك المجموعات جاو حتى الاخر الناس كيستافدوا الله اعلم، وحتى قالوا لنا سالينا لوبجيكتيف، وحتى زادوا 1200، وحتى تزادت 1700، والناس مازال كتمول، وحنا في شهر 7 الاخر ديالو ديال 2023 كيقولوا لنا راكم في لجنه التمويل، الدوسيات ديالكم مقبولين من بعد اجتياز جميع اللجان وجميع المراحل. كي داروا هذا الشيء الله اعلم. اغلبيتنا مصيرو الكريديات، اغلبيتنا مصيرو السجن، اغلبيتنا مصيرو الشيكات، اغلبيتنا بحويجو، اغلبيتنا خرج من خدمتهم، ومنهم انا فقدت الخدمه ديالي حيت المشغل ديالي قال لي ما تبقيش تمشي وتجي، قلت اجا راسي انا فاش نبقى مصادعه مع المشغل ديالي خرجت من الخدمه على اساس غنشد 10 المليون باش غندير داك البروجي ديالي ديال الخبز البلدي باش نوكل واحد جوج ديال البنات ونقري واحد جوج ديال البنات. هما تيقول لك في الاول ديال الانتقاء حيت خدينا المشروع ديالك بعين الاعتبار مشروع ناجح ومربح للدخل وكيخدموا معك جميع المراحل، وكترسلي لهم لي فيش بانه ها شنو عندي وها المصاريف وها المداخل وها شنو غيكون باغ سومين باغ موان باغ اني باغ سانك من هنا لقدام، شنو غديري شنو هذا شنو هذا، وفي التالي يجوا يحطموا لك كل شيء. راه كنت تنخدم من 9 حتى ل 10 ديال الليل في باراميديكال وما كنقولش اح، وبالاحرى انني نعجن 10 ديال الخبزات 20 خبزه 30 خبزه في النهار، يعني انا ما غتغلبنيش، ولكن علاش تجي الدوله تضحك عليا بحال ما تاكل لي رزقي؟ ما غنسكتوش على حقنا وما نفكيش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد، احنا مجموعه ديال المتضررين تقريبا بالمئات من ربع المملكه، دوزنا جميع المراحل ديال برنامج فرصه، واذ بينا تنتفاجئوا بعدم التمويل ديالنا، رغم ان كاين واحد العدد كبير من 2022، واذ بمسؤوليه البرنامج تقول لنا في 2023 في النسخه الثانيه كتقول لنا راه العدد اللي المطلوب استوفى،
وكاين واحد نقطه واحده اخرى اللي هي ان واحد الاشخاص اللي كانوا كيترأسوا مجموعه ديال المتضررين كان تم التمويل ديالهم، وهذه علامه استفهام كبيره بعد التصريح ديال المسؤول عن البرنامج ان البرنامج سال وان جميع الاشخاص اللي انخرطوا فيه تم التمويل ديالهم، وإذ بها كنتفاجئوا بعدد ديال الناس كيتمولوا من موراها، وهذا كيطرح علامه استفهام كبيره كما شرحت. ولذلك تم التواصل ديالنا مع عدد ديال المسؤولين منهم وسيط المملكه اللي كان معاه واحد الاجتماع مشكور من هذا المنبر هذا، اللي درنا معاه واحد الاجتماع مع مفتش ديال الوزاره، وكان طالب صاحب الجلالة نصر الله أنه يتدخل في هذا الملف. هذا كاين مجموعة ديال الناس متضررين وغارقين في الكريديات وفي الشيكات نظرا لأنهم تم إلزامهم بعقود الكراء والصياغة القانونية وغيرها وعدم التمويل ديالهم، وانتم عارفين أن المشاريع ضروري كيخصها واحد الفوند غولمون يعني ديال باش البروجي أنه يخدم. كان طالبوا بصاحب الجلالة نصر الله أنه يتدخل الله يجزيه بالخير أنه يفك المشكل ديال هاد المتضررين هادو، وخصوصا أن فئة كبيرة منهم من فئات مجتمعية مختلفة. وشكرا. أغلبية شكون ماخذ الكريديات وخذ قروض من الأبناء، شنو الماء ديالكم دابا ما أنتم ما مسكتوش وحني في الكريديات؟ يعني اغلبيه المال ديالو من الحبس، فين غادي يمشيو؟ يعني اللي دافع في الشيكات سواء الماتيريال او باغي يدير البروجي ديالو كان حط للناس الشيكات وهذه والتزامات ديال العقود الكراء وغيرها. ومهم كاين مجموعه ديال الامور اللي هي غرقات الناس في الكريديات. البرنامج ما كانش في الحقيقه الله في المستوى ولا التسيير ديالو، لا جيستيون ديالو يعني ما كانش في المستوى، والتواصل ديال المجموعه ديال الحاضنات ما كانش في المستوى. كنسائلوا الوزيره بدورها على المآل ديال المئات الشكايات اللي توضعت عندها في المكتب ديالها في حي الرياض، عدم الاستجابه ديال الاداره. وصاحب الجلاله نصر الله كيقول لك لقاو حلول تمويليه للشباب، يعني صاحب الجلاله هو الاول الخطاب ديالو كيقول حاولوا ما امكن تلقاو حلول تمويليه للشباب، حنا كنطالبوا بحلول تمويليه اخرى او برنامج فرصه.